الشراق للنادي الاهلي، لعب على طول من الشلهوب، جول 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 احمد الشيخ. قلت لحضراتكم عملها في روما وهو موهوب، مع الموهوب الشلهوب عملوا ثنائيه هات وخد، زي ما اوبلاك خد جول، انخيل مويا خد جول، والكل فرحان وسجدت شكر لرب العالمين. مفيش كلام، ساقول اللاعب الاسباني هو اللي عمل الخطا. ادي ساقول رقم 8 داس على رجله كده وقعه، وعلى طول طبعا هذا اللاعب لعب لريال مدريد في الناشئين. الكره معديه الكل وهي تخبط، الكره بتحب احمد الشيخ، الكرة بتحب احمد الشيخ. بصوا شوفوا عدت ازاي، عدت من الكل، خبطت في رجله ودخلت، والكرة الى داخل المرمى، وحلوة حلوة مفيش كلام. كان احمد سامي كمان مكمل، كان احمد سامي مكمل، لكن هي جت له. وطبعا اصحاب الامس الاثنين كانوا في المقصة الموسم الماضي، هنا فرحة حلوة.